الاستراحة دي يعني انشأت حوالي 2001، وانا بقالي هنا من سنة 98، ومعايا نائب مدير الاستراحة الاستاذ عادل صادق، هو في الاصل اخصائي نفسي، ومعايا الاستاذ عاطف شام اخصائي اجتماعي، معايا الاستاذ عصام الدين محمود اخصائي اجتماعي، الاستاذ اشرف علي اخصائي اجتماعي وتربوي والمشرف على النشاط في نظام الاستراحة. الفطار بيبدأ من الساعة 8 للساعة 10، الغداء من الساعة 3 للساعة 6، العشاء من 9 ل 10. نظام الاستراحة يعني مع وجود الكابتن فتحي مبروك أرسى قواعد كتير قوي، ومنها الالتزام واحترام مبادئ النادي الأهلي وقيمه، وآخر ميعاد لغلق باب الاستراحة الساعة 11 بالليل، والنوم بعد كده بنص ساعة ساعة. بصراحة اللعيبة يعني في الفترة دي التزام احترام، بيعملوا اللي عليهم، بيناموا في الميعاد ويصحوا في الميعاد، ملتزمين جدا دينيا، وما بيفوتوش ميعاد الفروض الخمسة، بيأدوها بانتظام. كابتن فاتح مبروك يعني أعاد بناء الاستراحة من جديد، يعني تطوير في جميع مرافق الاستراحة، وهو بيتابعنا يعني مش عاوز أقول يوميا، ممكن مرتين في اليوم تلاقيه موجود، ويعني دايما ينبه على أسس ومبادئ وقيم النادي الأهلي. اللي بيميز النادي الأهلي وصراحة ناشئين هي فعلا روح الفانيلا الحمراء بقى على حق، لأن الولاد دول نايمين أكلين شاربين كل حياتهم مع بعض، في ترابط غير عادي بينهم وبين بعض، وهم ده اللي بيدوموا قوة في الملعب والانسجام، ويعني بيكسروا الدنيا بصراحة في ماتشاتهم، ولاد زي الفل يعني. بالنسبة احنا بدأنا الاستراحة دي، انا جيت سنة 2002، كان في نجوم كبار طبعا زي كابتن عماد متعب، كابتن أسامة حسني، كابتن حسام غالي كان لسه مغادر الاستراحة، وطبعا النادي الأهلي يعني ولاد وطول عمره بيطلع لنا نجوم، كان اخرهم طبعا كابتن تريزيجيه ورمضان صبحي وكابتن اسلام محارب وكابتن حسين السيد، كل دول طالعين من استراحه الناشئ. انا من محافظه المنيا، دي رابع سنه ليا في الاستراحه. طبعا احنا اول حاجه بعلمونا عليها استاذ جلال والمشرفين كلهم، اللي هم مش مشرفين دول زي والدنا، بيتعاملوا معانا اللي احنا اولادهم الصغيرين بالظبط، وبيشوفونا متضايقين وايه اللي بيزعلنا وكده، بيقعدوا يحلوه لنا، وكل حاجه بيعملوها لنا يعني على اساس اللي هم اخواتنا الكبار او ابهاتنا يعني. لا والله استراحة 10/10 بصراحة، ناس محترمة كلهم ومتدينين الحمد لله، يعني كويسين ماشيين كويسين الحمد لله، اتصاحبت عليهم وليا ناس صحاب كتير يعني في الاستراحة. أنا من محافظة الغربية مدينة المحلة الكبرى، مواليد 2004، بقالي 3 سنين في النادي الأهلي هنا مع كابتن محمد سعد، وأستاذ جلال هنا مشرف مدير الاستراحة والنائب بتاعه أستاذ عادل، وعندنا مشرفين زي أولياء أمورنا طبعا، ولو في مشكلة بيتكلموا معانا، ويعني الصراحة كويسة وفي نظام، وفي نصحى الصبح نفطر وننام بدري، والمشرفين لو في مشكلة بنتكلم معاهم. أول ما حد بيجي جديد بيحس إن هو كأنه في بيته، ما بيحسش بحاجة غريبة، كل اللعيبة إخوات، ما فيش فرق بيننا خالص، وأستاذ جلال وأستاذ عادل كلهم بنحس إن هم مشرفين زي بابا ومامتي، مش مشرفين علينا ولا حاجة. لا علاقتي كويسة والله مع اللاعبين، وهم زي إخواتي ومحترمين، وأستاذ جلال وأستاذ عاطف وأستاذ عصام برضه كلهم محترمين والله.